شلونك داود؟ الحمد لله بخير بارك الله بك. بيوم المجزرة أنت ما موجود داخل كوجو؟ لا ما شي موجود. عائلتك اللي بالبيت 14 شخص؟ نعم صح. سبعة الله يرحمهم، يرحم أمواتهم من قتلهم، وسبعة أنت حصلتهم رجعت اشتريتهم؟ نعم صحيح. شلون اشتريتهم ذولا؟ عن طريق المهربين. من اللي اولا من اللي انقتل؟ والدك؟ والدي واخواني ثلاثه واخواتي. اثنين من اخواتي بعد ما داعش اخذوهم من كوتشو، ومن كوتشو على معهد سولاق، وبعدها على تلعفر وموسل، ثم اخذوهم الى الرقة السوريه. هم انتحروا هناك بالرقة السوريه حتى داعش ما يلمسهم. حتى داعش ما يلمسهم؟ إيه. حتى ما يدنسوا على شرفهم. هم انتحروا وانا فخور بهم. انت فخور بهم؟ فخور بهم، فخور، وراح ابقى فخور طول عمري. ويا ريت اني هم استشهد على ذاك الطريق. يا ريت انت تستشهد. يا ريت استشهد على ديني على ذاك الطريق اللي هم استشهدوا به. هذا بيتكم؟ هذا بيتي البسيطه. بيتك البسيط؟ هذا البيت الطينيه اللي كنا نرتاح به. أوه. اكثر من قصور الملكيه. الله كلكم منجمعين شفتوا احنا كنا مجتمعين كلياتنا. احنا كنا 14 15 نفر، ابوي متزوج اثنين، كنا نفطر ونتغدى وجبتين كل مره وجبتين، لان احنا كنا كثار ما كان عندنا مكان على السفره. أوه. والحمد لله على كل حال فقدتهم وافتخر بفقدانهم. اخر اتصال كان انت ووالدك؟ اخر اتصال كان بيني وبين والدي. اخر اتصال شنو؟ 15/8/2014 الساعة 10 صبح، و10 الصبح 10:42 دقيقة. شنو قال لك فيه؟ قال لي داعش مطوقين القرية كلياتها ومبلغيننا انه نجتمع نجمع بالمدرسة. اي بهاي المدرسة. بهذه المدرسة الثانوية كوتشو البنين الطابقين. هما داعش منطيهم كلام على اساس يطلعهم على الجبل، وهم هم يشردون ينزحون مثل بقيه الايزيديين وياخذون اموالهم كجزيه مثل المسيحيين. ايه. لكن في الدقائق اللي جمعوهم بالمدرسه كان ابوك كلام. ابوك كان يعرف الحقيقه؟ نشرح. ابوي كان شاك بالحقيقة اللي هما سواها، وقال لي قال على اساس يطلعونا على الجبل، بس انا ما اعتقد هذا الشيء، اعتقد راح يقتلونا كلياتنا. أوه. بس انت بقيت وحدك، دير بالك على نفسك. والدك قال لك كل احنا راح يقتلونا بس تتبقى وحدك؟ قال لي قال لك شنو؟ قال لك دير بالك على نفسك. قال دير بالك على نفسك وخلي تعرف عليك اسم، ودير بالك على سمعتك وطيبتك، وهذه النصيحة راح يبقى طول ما أنا عايش بأذني، وراح أوصي أجيال اللي وراي إذا الله سترنا. خواتك شلون اشتريتهم الباقياتهم؟ عن طريق المهربين. اثنين منهم اشتريتهم من سوريا. شلون عرفت أنهم بعدهم على قيد الحياة؟ هم تواصلوا وياي عن طريق الواتساب والتليجرام. هم كان حافظين رقمي، لان هم كان محاصرين 12 يوم بداخل القريه، كان يعرفون انه راح يصير شيء، حتى لو مو قتل وخطف، حتى لو يطلعون على الجبل يحاصرون طبعا راح يصير شيء، يحتاجون شيء ويخابرون. فهم حفظوا رقمي. شلون تواصلوا وياك؟ تواصلوا وياك قالوا لك احنا بعدنا موجودين؟ احنا بعدنا موجودين بيد العصابات موجودين سوريا، وانطاني العنوان، واني وصيت المهربين عن طريق معارف واصدقاء. ايش قد عددهم خواتك اللي اشتريتهم؟ اثنين منهم من سوريا، وواحده منهم انهزمت بدون فلوس من قريه رمبوسي. ايه. والاخرى كانت صغيره. يعني اربعه لو خمسه؟ اربعه اخوات وواحد اخ. واحد اخ صغير؟ ايه. ليش اشتريتهم ذولا؟ كلف علي كل المبلغ تقريبا. لا مو تقريبا، راح احسب لك بالاوراق. اي مو اوراق. ايه. هم كلفوا علي دفترين و73 ورق. هذا المبلغ اللي اشتريت بيه اخواتي بس اشتريتهن،
الباقيات هما انهزموا من تل الأحفر بتعبهم. زين. دفترين وسبعين ورقة. 73 ورقة. دفترين وثلاثة وسبعين ورقة اشتريت خواتك. اليوم إذا تيجي قدام هذا البيت يعني مآسي ذكريات سابقة. احنا نعتذر قلنا لك تعالي ما تجي انت بالعادة لهنا. لا احنا متعودين على الألم والجروح والحمد لله على كل حال. ف عندنا مثل لليزيديين احنا نقول تولدنا على هذا الدين ونموت على هذا الدين.